إلو لا تيمو، مرحبا بكم في عدد جديد من كلوزر. معايا أنا وهيبة. كما ولفناكم دايما نجوكم بالأخبار جديدة والتوب تاع لي نيوز، وهذه المرة وكما العادة نبدوها كيف كيف بالأخبار الفنية الجزائرية. نروح نشوفوها كيف كيف في هذا التقرير ونعاود نوليو كلوزر، البرنامج اللي تحبوه وتسنوه كل يوم. رجع لكم بحلقة مليئة بأخبار المشاهير، نبدوها بالجزائر. على هامش توزيع جوائز هلال تلفزيون كلوزر حصريا، تلاقى بالمطرب المهذب سامر تومي الصوت العاصمي بامتياز، وحكى لنا على تجربة التنشيط وهل راح يكررها وواش يقول على نفسه كمنشط. اسكو سامير يشوف بلي سي بون يقدر يدخل عالم التنشيط ويتوسع فيه اكثر واكثر؟ والله نونو، انا ما رانيش منشط، انا راني جوست في او كنت قلتها ديجا، انا ما رانيش منشط داير يعني انتوما تقولوا للتنشيط، من الحصه هذيك اللي درتها كي تشوفي انت جوست في ان ارتست بارمي لي ارتست مي زامي، تسمى انا فنان ما بين اصدقاء تاعي، باسكو نعرض اصدقائي الفنانين وين نغني معاهم نحكي معاهم، والامر اللي يهم الفنانين يخصني انا. هي كاين قاعده فنيه 100%، ستادير كو باسكو لو كان نكون انا انيماتور وما عنديش علاقات اون ايميسيون كلاسيك، سي سكي في لا ديفيرونس اونتر اون ايميسيون تاعنا اللي نسميها بوكو بلوس فضاء فني ما بين الفنانين كون ايميسيون كلاسيك، دونك سي سكي في ان بو لا بارتيكولاريتي تاع تاع حصه موزايك. سامر تومي يكشف لكلوزر على تفاصيل سينجل والكليب ديالو ويرحب بنا في كواليس التصوير حصريا. اي بيان سور جي ديجا انجستري ان سينجل دايوغ راح نسجلو راح نعملو كليب بو بيانتو، ان شاء الله نوغا لوكازيون نعطيكم الكليب كي يخرج. يعني راح يكون ان شاء الله معكم برنامج كلوزر يغطي الكليب كواليس الكليب حصريا يعني. بليزير افيك بليزير، ربي يحفظك. من الكوميديا الى التنشيط، حسن كركاش يكشف حصريا لكلوزر على اعمال جديده تعرضت عليه. التفاصيل نسمعوها على لسانه. نتمنوا انها تكون اعمال، وان شاء الله في المستقبل راح تكون اعمال، اقول المستقبل القريب طبعا. يعني الان تقدر تقول بلي مازال ما قريت حتى سيناريو، مازال ما بديت والو؟ بديت والو، راني الحمد لله مع الهلال وكانت التحضيرات مع الهلال، ومازال بعد الهلال ان شاء الله هناك اعمال، وهناك دائما مع وكاله ميدان سيرفي الجديد مع يعني جريده الكترونيه ديزاست بيبول متواجد معها، ونعمل ان شاء الله ونمدوا الاكثر. كلوزر يفاجئ انستينا بتسريبات لعمل جديد راح يقدمه، وتحت ضغط المفاجاه انستينا يكشف الحقيقه من الاشاعه. اعمال جديده راح تقوم بها، انا سمعت بلي راح يكون كاين سيت كوم قريب. انا مازال ما سمعت، تعطيني تطالع. انا الفريق تاعك قال لي والله غير مازال بو لو مون، هي لك احنا عندنا، انا عندي سيناريو اللي راني خادمه وكاتبه منذ اكثر من 5 سنوات، ومازال نزيد نخدم عليه، وراني نستنى في الفرصه ان شاء الله تجي باش نخرجوه باذن الله تكون حاجه شابه. مازلنا مكملين مع الاخبار وجديد الاصدارات الموسيقيه. كادر جابوني بعد نجاح اغنيه تاع بكري وريح الغرام، ولا بأغنية جديدة بعنوان أنت عشقي واللي حققت مشاهدات فاقت 1.3 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول. الأغنية من كلمات كريم كموم وتوزيع وحيدوفيتش مايسترو. يا ريتك تكلمي وتسمعي لي، أنا ما كاش غيري وحداني نشكي لك، انا همي وحش سمانا ونشوف واش ديري عيناني. فريق او ام اللي تعني حب وعقليه طرحوا لي اغنيه جديده بعنوان يا ريتك اللي راهي في المركز السابع في التوندونس بتقريب 1 مليون مشاهده. الاغنيه من شعرها حب وعقليه تتغني بفريق المولوديه. الفرقه اللي تغني الاغنيه الدارجه 100% ما بين الزنقاوي والشعبي الخفيف، سبق لها نجاح باغاني بزاف كيما يا عاشق وبونو. في المركز 13 في التوندونس الموسيقي على اليوتيوب اغنيه بلال صغير جديده زينها تحسب باربي اللي وصلت عدد مشاهدتها الى 660 الف مشاهده في 11 يوم. الاغنيه هي فيتشرينج بين ميتو وكلمه وتلحين على بارولي. بلال صغير راه يحضر في حفله في 22 سبتمبر الجاي في مارسي. الأجندة الثقافية هاد الصيف رايحة تكون خاصة جدا، وهذا بعد البيان اللي نشرته وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تعلن فيه تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة في الصيف، وهذا الشيء بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يأتي انطلاقا من موقف الجزائر الريادي
والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية وانسجاما مع جهود الدولة الجزائرية وفي مقدمتها الرئيس عبد المجيد تبون لنصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في أرضه. هذا القرار السيادي توافق مع الرغبة الشعبية الرافضة لأي تظاهرة فنية بينما يعاني الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب منذ 9 أشهر. هذا القرار الجزائري أثار إعجاب الرأي العام الجزائري والعربي مع مطالبة عربية بالاقتداء بالجزائر وإلغاء كل المهرجانات العربية المزمع إقامتها هذا الصائفة إلى شعار آخر. سيد في ميزك شنو هما الجديد تاع الأخبار المشاهير والمسلسلات التركية؟ هي بالك بالك بلي في تركيا الموسم الدرامي ولا الأعمال الدرامية تحبس في الصيف، بصح هادشي ما يمنعش باش يكون عندنا آخر الأخبار وأخبار الفنانين إي بيان شغل الكواليس ديالهم. شوفوها كيف كيف في كلوزر مع آية. أثار تصرف الممثل التركي بوراك بيركاي استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت فيديو ليه رفقة حبيبته الممثلة التركية أوزجي ياجدي وهي تدفع فاتورة الحساب وهو يتظاهر بالتصوير في أحد أماكن السهر، وهذا ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقوا على الفيديو ويقولوا هذا تصرف غير لائق من بوراك وليس بجنتلمان. صرحت الممثلة التركية توبا بويكوستون بأنها لا تخطط للعودة إلى شاشة التلفزيون الآن وأكدت أنها على بلاش وش رح يصرى في المستقبل، وقالت أنه السنة القادمة رح تبقى هي والبنات في باريس على الأغلب وصعب عليها تخليهم وتولي تركيا، خاصة وأنه أيام وساعات العمل طويلة في التلفزيون وتفضل العمل في الصيف ولكن لفترات محدودة وما رحش تولي إلا إذا وجدت عمل جديد تحبه ويقنحها. اشترك الممثل التركي ماليح أوزاكيا والممثلة ميرفي كانسو في بطولة مسلسل لقد أقسمت اليومي لقناة كانال 7 وتحكي قصة المسلسل على علاقة كريم وإجرين ابنة الشخص الذي يعتقد أنه قاتل والده من العداء إلى بعد آخر، حيث يبدأ الشابان العمل معا للعثور على القاتل الحقيقي وهذا ما راح يقربهم من بعضهم. هي بالا بالك باللي قلنا باللي بوليوود عندها بيجي كبير ويستعملوا ويستخدموا بيجي كبير باش يديروا السينما ديالهم، بصح تاني هذا ما يمنعش انه الاعمال العربيه ولا الدراما العربيه تعتبر من اكبر دراما في العالم ويتبعوها حول العالم. يعني كيما رانا نشوفوا راهم ينتجوا بزاف افلام ودراما وبزاف مسلسلات. مالا نروح نشوفوا اهمها واش راهو صاري بين ليستاخ العرب ورانا راجعين. بعد أيام من حادثة صفع محمد رمضان لشاب بالساحل الشمالي، ظهر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام هو يعتذر ووجه كلام لجمهوره وكتب الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار. كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تكريم مجموعة من الفنانين العرب في النسخة المقبلة من حفل توزيع جوائز الجوي أوردز واللي يقام على هامش موسم الرياض في شهر جانفي من كل عام، وانشر المستشار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مجموعة صور للفنانين المزعم تكريمهم وعلق عليها بقوله إن شاء الله سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا في جوي في موسم الرياض القادم إذا الله أعطانا وأعطاهم عمر بإذن الله. وتشمل قائمة أسماء الفنانين المرتقب تكريمهم كل من الفنان القطري غانم سليطي ومن الكويت مريم الصالح إبراهيم الصلال وعبد الرحمن العقل ومن السعودية الثلاثي محمد الطويان سعد خضر وعلي إبراهيم، حيث يأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتهم الفنية الطويلة. توفي الفنان السوري أحمد سيد بعد صراع مع المرض عن عمر 67 سنة في إحدى مستشفيات دمشق، ونعتت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك بهذ العبارات ننعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد سيد بعد معاناته مع المرض ونوافيكم لاحقا بموعد الجنازة وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون. والجدير بالذكر أن أحمد سيد هو ممثل وكاتب سوري حيث شارك في تأليف بعض الأعمال الدرامية الشهيرة أبرزها مسلسل عودة غوار فوق السقف وكان آخرها مسلسل الصديقات، وللراحل مشاركة واسعة في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل باب الحارة. سيد أحمد سمعت وش صار في هاد اليامات؟ شوفي هاد اليامات صاروا بزاف حوايج، داير وجدنا لهم تقرير فيه كاع واش صرا حول العالم. نروح نشوفوا كيف كيف ورانا راجعين.
كاين دموع الخسارة اللي درفها كريستيانو رونالدو بعد خسارة البرتغال في اليورو، كاين دموع التعب اللي سالت من عيون ميسي اللي دارت البوز على كل المواقع العالم، وهذا رغم فوز فريق الأرجنتين بالكوبا أمريكا. مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني صرح أنه ليونيل ميسي حاول اللعب رغم شعوره بالألم في مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 لأنه لا يريد أن يخذل زملائه في الفريق، وعلى الرغم من أنه تلقى العلاج الطبي في الشوط الأول إلا أنه صح في الشوط الثاني بإصابة واضحة في ساقه، وأظهرت الكاميرات ميسي في وقت لاحق على مقاعد البدلاء مع تورم شديد في الكاحل الأيمن. نبقاو في الأخبار الرياضية، وهذه المرة مع الخطأ الفادح اللي دارته المغنية كاتي بيري خطيبة الممثل الإنجليزي أورنالدو بلوم، واللي كتبت بوست على منصة إكس تدعم فيه منتخب خطيبها، قالت فيه الكأس عائد للديار وتعني به إنجلترا، وبدل ما تحط علم إنجلترا دارت العلم الأزرق اللي يجمع أكثر من بلد كيما إسكتلندا وإيرلندا. بيري تلقت آلاف التعليقات الساخطة اللي طالبتها بتصحيح خطأها. جدل كبير انتهى بعد خسارة المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، خسارة كبيرة خلت الأمير ويليام يكتب منشور يدعم فيه فريق بلاده، اكتب وقال هذه المرة لم يكن مقدرا لها أن تكون، نحن جميعا لنزال فخورين بكم، إلى الأمام يا إنجلترا. صور جديدة للجزء الثاني لفيلم غلادياتور دارت لو تور دي ريزو، وهذا بعد 24 سنة من نجاح الجزء الأول اللي كان من بطولة راسكل كرو وجوين فينيكس. المخرج رادلي سكوت اختار الممثل بيدرو ميسكال باش يتقمص دور لوسيوس، ويضم العمل قائمة من الممثلين بما في ذلك كوني ويلسون، دينزل واشنطن، فريد هينجر، جوزيف كوين. وتكشف الصور عن معركة دامية بين لوسيوس والجنرال أكاسيوس اللي يلعب دور الممثل بيدرو باسكال، واللي تبين أنه الأخير درب تحت قيادة ماكسيموس اللي يلعب دوره في الجزء الأول راسل كرو، وفي الوقت نفسه سيلعب واشنطن دور تاجر أسلحة يدعى ماركينوس، بينما يلعب كوين دور الإمبراطور جيتا. ويظهر فريد هينجر أيضا في الصور بدور الإمبراطور كاركالا. للتذكير الجزء الأول حقق نجاح كبير في البوكس أوفيس العالمي بإيرادات 465 مليون دولار. إن شاء الله يكون جاز الوقت خفيف وظريف. عبك الحلقة تاع اليوم جازت بزاف خفيفة، جازت خفيفة بصح ثقيلة في ليزانفورماسيون، يعني ما نكذبوش على بعضنا. باسكو لا تيم كلوزر جابت لهم لو توب تاع لي نيوز وكاو شو صاري. مالا ليكيب، مالينا غنقول لكم تهلاو في رواحتكم، تلاقاو في عدد جديد بأخبار جديدة، مالينا غنقول لكم اقعدوا أوفياء القناة وان تيفي، نتلاقاو في عدد جديد، سلام.